الصوره معي تجي. حاول الخص لقائين الماضيين اللي صاروا، حكينا بشكل عام حول انه كيف هلا بهذا العصر، كيف التشارك، كيف المصدر المفتوح، كيف الاوبن سورس حتى دور للافراد اكثر. حكينا انه كيف الناس العاديين صايف اصبحوا قادرين انه هن يعملوا خارج اطار المؤسسات بتعاونهم، عم ينتجوا فعلا ينتجوا اعمال عظيمه كانت تحكي الفقر من حول المؤسسات. طبعا حكينا كثير عن الويب 2، حكينا عن ويكيبيديا، حكينا عن لينكس. ومثل ما وعدناكم هلا خلال اللقاءات القادمه حنحاول نغطي شغلات لسه اكثر مهمه. فحنحاول نحكي اليوم كيف انه هل افكار السعوديه بمجال التعاون ما عادت بس محصوره بالعالم الفضاء الالكتروني اللي موجود بالانترنت وعم ينتقل للعالم الواقعي، وهذا الشيء اللي حنحكي عنه بمحاضرة اليوم مع حسن. فما حأفسدها، فرجيت لكم دائما. تفضل. السلام عليكم. اسمي حسن محمد علي، طالب هندسة حاسب سنة ثانية. قبل ما نبلش، أول شيء عنوان المحاضرة كيف جعل الأردوينو الخيال مفتوح المصدر. شو يعني خيال مفتوح؟ في خيال مفتوح وفي خيال مسكر. يعني لا، صراحة الخيال المفتوح هو إنسان بالفطرة أول ما يولد بيكون خياله يعني ما في حدود للتفكير. أي شيء بده يعمل يفكر فيه. تلاقي الولد ما بيحب أي شيء غريب. مثلا بجيب له أول قبل ما يتعلم الحكي حتى بجيب له شاشة بتضوي بتعجبه، بصير بده يشوفها شو هي. شغلة بتطلع صوت بتعجبه، بصير يجرب هو. بتمسكه موبايل بهدول لمس الجدار كمان بصير هو بده يجرب. بشوف ابوه عم يشتغل بصير هو بده يشتغل عنه. بشتري لعبه بروح تخبى تحت الاحرام بجيب مفك بفكها بحاول. بس للاسف التلفزيون اهمال الاهل للمواهب اللي عند الاطفال، القنوات وافلام الكرتون اللي يعني بس مجرد تضييع وقت يعني عم يقتل هذا الابداع، عم يصير التفكير محدود اكثر. يعني الولد عم يحصل تفكيره بالشغلات اللي عم يشوفها. يعني كان يفكر مثلا انه انا بس اكبر بدي اخترع هي الشغله، بدي اساوي طياره تروح على الفضاء وترجع هيك بساعتين زمان، تروح تسلى بالمريخ. بس للاسف مثل ما حكينا التلفزيون والقصص والاهمال، ولما يفوت على المدرسه كمان على الاخير بيسكر، ما عاد في شيء، ما عاد في تفكير. بصير همه يكبر، رجل اعمال، يفتح شركه، يبيع، براءات اختراع، ما يشارك افكاره مع حدا، خلاص يفكر بشغله بيساويها لحاله بسريه، ما بقول لحدا شلون مشان ما حدا يصير له. هلا اجى هذا، بتعرفوه؟ هذا شعار لينوكس. اجى لينوكس كسر هي القاعده، قال انه نحن لازم ما نوقف تفكيرنا، لازم نضل عم نفكر. لينوكس قصته بلشت لما اجى هذا الشاب اسمه لينوس تورفالدز، هو طالب هندسه معلوماتيه. اجى ب 1991 خطر بباله انه نعمل نظام تشغيل. نظام تشغيل مثل مشهور هلا اكثر شيء ويندوز. اجى قال لحاله كتب انه هيلو ايفريبادي I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be anything big. يعني بدي اعمل نظام تشغيل، مو شرط يكون عملاق، بس هيك مجرد تسلية وموهبة. هلا أعطاه رخصة مفتوحة. فري مو يعني مجاني. هلا هو مجاني بس كلمة فري مو يعني مجاني. فري يعني the freedom to use the software for any purpose. يعني أي شيء بدك إياه تحسن تستخدم هذا المنتج. ثاني شغلة انه تحسن تعدل اي شيء عليه وتشارك التعديلات مع رفقاتك، مع اللي حواليك، مع جيرانك، مع اصدقائك وعيلتك. رابع شيء انه ايه هي هلا لينكس انتشر، صار اكثر منطقة بالعالم يشاركوا بالتطوير والتحديث. مثلا نيجي هذا الفلان بقول له ليش ما بتعمل هي الشغلة؟ ليش ما بتضيفها؟ هذا بيقول له انا برايي انه اذا بتعمل هيك احسن. وصل لمرحله انه الشركات صارت تبني اعمال على هذا نظام تشغيل لينوكس، جنت ارباح كثيره. شركه ريد هات عام 1999
ضاعفت اسهمها 3 أضعاف. صارت الشركة الأولى عالميا اللي تشارك لينوكس مع العالم. وشركة اي بي ام شركة اي بي ام دفعت $1 بليون مشان تطوير وتسويق لينوكس. هي إذا تطور نظام تشغيل ثاني إذا تحط 10 أضعاف هذا المبلغ. لينوكس تطور بسرعة رغم التحديات اللي واجهته. هو مو بس وقف بوشة ونفر منها، يعني تطور بسرعة. الكود تبعه شايفين 14 ميل صار كان خلال فترة قصيرة 20 سنة. لينوكس كل 3 أشهر يطلع أصدار جديدة. انتشر كثير، صار آلاف المطورين بالعالم، مو مطورين، آلاف الأشخاص مستخدمين العادة. أي حدا بيحسن يشارك بيزعم يطور بالعالم، مئات الشركات كمان. صار 60% من مخدمات الإنترنت قائمة على لينوكس. بالهواتف المحمولة، الشاشات، 95% من البرامج الكمبيوترات العملاقة. وش شيء ثاني؟ يعني صراحة هلا أنت بس عم تفتح إنترنت فأنت أغلب الوقت عم تشتغل على لينوكس. هذا الزلمة اللي كان دا يتسلى شو صار فيه؟ صار عم يقود هذا الجيش كله. هو قاعد ورا كمبيوتره بالبيت وانتشر وصار مشهور وسبق ويندوز كمان. يعني هلا كان في صورة نسيت حطها، شعار ويندوز حرق. هلا انتقلت هي الثقافة للبرمجيات الثانية. طلع عندنا شيء اسمه اوبن سوفت وير. شو يعني اوبن سوفت وير؟ يعني برنامج الكود تبعه بتشاركه مع العالم، مو ضروري يكون مجاني، يعني بتحسن تبيعه بس مو هالسعر كمان اللي ما حدا يشتريه. بتفتح الكود تبعه، اي حدا بيحسن يعدل عليه ويشارك تعديلات مع الغير. من امثله مثلا فايرفوكس، لينوكس، اوبن اوفيس، سكراتش. هلا جماعه الهاردوير كانوا عم يعانوا من واقع مرير جدا، ما بيحسن يعمل اي شيء جسمه يعدل شغله، ما حيعرف كيف. اول شيء التصميم تبع ليش عم يكون مغلق على الاخر، فك الجهاز ما بفهم هي الكلمه من هي، ما في تصاميم جاهزه يعني، وما في يضيف اي شيء، الشركات ما بتعطيه صلاحيه. ابرز هي الشركات ابل كلهم تقريبا، يعني واحد عنده لابتوب يضيف عليه شغله ما بيحسن. ابل، سوني، ايسر، ال جي، نوكيا، توشيبا، اسوس، انتل. الصراحة هم عم يلموا الثروة، احتكار وجشع وسرية مفروضة، يعني محتكرين كل شيء لهم، ما بيشاركوا شيء مع حدا، ما في إبداع. يعني الصف المستخدم بس عم يستهلك، اللي بيجي لعنده بيستهلكه، ما في شيء، ما بيعمل شيء، بده شيء بده يستنى الشركة لتطلع له اياه. هلا شو صار؟ دمجوا مفهوم الأوبن سورس مع الهاردوير، طلع عندنا الأوبن سورس هاردوير. أوبن سورس هاردوير تعمل منتج تشارك التصميم تبعه، الدارات تبعه، المكونات تبعه، وتسمح كمان بالتعديل والمشاركه بالتعديل. يعني هلا اي واحد صار فيه مثلا، فرضا صار عندنا لابتوب مفتوح المصدر، تفتحه بدك تضيف جهاز بصمه مثلا، الماوس ما عجبتك بدك تحط وحده ثانيه، بالزرع بالكيبورد بدك تساوي بالطول بدل العرض، يعني اي شيء بصير فيك تعمله. هلا في كمان انترنت والادوات اللي وجدت عليه مثل جيت هاب ساعدت الانتشار والتشارك بشكل كبير. صار يشاركوا تصاميم شلون دارات مركبه هي كمان. هلا طلع عندنا كثير مشاريع مفتوحه المصدر. بس عندنا في هون كاميرا اسمها الفيل، روبوت اسمه اي كاب، اوبن جي دي اي اي هذا كرت شاشه، ميتور، سيارة، موبايل، كاميرا ثانية، حتى في معالجات، طابعات، أي شيء صار في منه شغلات مفتوحة المصدر. هلا مركز سيرن للأبحاث الأوروبي للأبحاث النووية بادر وفتح مصدر جزء من العتاد تبعه. شو سبب هالحكي؟ إجا بالتقرير له بالنسبة لنا ما دفعنا العتاد المفتوح هو الحسد المقصود الذي كنا نشعر به من زملائنا الذين يشاركون في تطوير درايفرز خاصة بلينوكس. جزء من مجتمع كبير جدا من المصممين يشاركون معرفتهم ووقتهم من أجل الخروج بأطلع نظام تشغيل على الإطلاق. فشعرنا أنه لا يوجد أي سبب يجعل عملية تطوير الأعداد مختلفة بأي شكل.
لما شافوا لينوكس طاحشة طحشة ومكسر الدنيا قال انه كمان يعني ليش الهاردوير يضل واقف محله؟ فتح جزء من العقار واستفادوا. هلا طلع عندنا شيء كمان اسمه حركة الدي اي واي. دي اي واي يعني دو ات يور سيلف، يعني انت لزمك شيء، المكونات اللي بين ايديك، ما ضروري شيء غالي شيء رخيص، اي شيء بين ايديك تحسن تعمل منه شيء اللي بدك اياه. كثير ابسط مما تتوقع. خلينا اجى الاردوينو. هلا الاردوينو هو متحكم الاردوينو متحكم مبني عليه مشاريع اي شيء باي مجال. هلا اللي سوار الاردوينو هدول خمسه عصابه، اثنين من ايطاليا، اثنين من امريكا، وواحد من اسبانيا. هلا الاردوينو ما له شكل واحد، عدة اشكال. في هاي مثلا المشاريع اللي بدها اصبات كثير، هاي مثلا بتشتغل مع الاواعي، وهدول صغار مشان اذا ما بدك اياهم ياخذوا حجم كبير. هلا الاردوينو كمان وصل لايدين الاولاد الصغار. هدول الاثنين عملوا روبوت يلعب كرة قدم، وهي البنت شاركت بمؤتمر ميتا الفيت. هاي البنت عندها قناة على اليوتيوب بتساوي كثير مشاريع، عمرها قديش؟ 11 سنة. عاملة مشاريع يعني هي لساتها طفلة، يعني ما بتعرف شيء. الأردوينو ما له حكر للمهندسين الإلكترون والميكانيك، أي حدا بيحسن يتعلم عليه ويشتغل عليه. هلا هذا ماسيمو بانزي هو صاحب الفكرة. هلا في فيديو انا حنعرضه عم يحكي عن اردوينو وليش طلعوه، شلون اجت الفكره، وشو اشهر المشاريع اللي عملها.